ناس زمان، معرفة الناس كنوز، وزيارة البلدان مزعى. صحراء، تل، وبحر. مدن، معالم، اكتشافات ومغامرات. زينة البلدان الكل عليها يغني، واحد موصفها لي كيما شفتها عيني. الجزائر قبلة لكل سلام. سلام نيوش، تأثير الميرا نساء غفوم. سلام الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أوفياء حصة جزائر. مرحبا بكم معنا في مدينة جديدة وحصة جديدة من جزائر. اليوم مدينة جديدة، مدينة الأصالة والعراقة والتاريخ، جوهرة الصحراء. نعم، هي غردايا، تغرديت اللي راح تعيشوها اليوم معانا بعرقتها وتقاليدها وعاداتها هنا في غردايا. إذا ابقوا معانا راح نكتشفوها مع بعض. مشاهدينا كما راكم تشوفوا في راي لبسة لباس تقليدي للمنطقة، خاص بالرجال، ولكني أنا راني عطيته لمسة أنثوية. وكما راكم تشوفوا جبناكم إلى السوق، وما كانش اللي يجي الغردايا وما يزورش السوق الكبيرة هنايا في المدينة اللي فيه كل المستلزمات اللي تحتاجوها بالأدقة نتاعو، والكل ما هو تقليدي تلقاوه هنايا. يلا خذوا معنا. تفطر ونوام، أيوة شاشة فرحات.
وأول بسم الله أول قصر راح نزوروه معكم مشاهدينا هو قصر بن يزجن أيت يزجن. هذا القصر اللي يعود إلى القرن الرابع عشر وعنده قوانين وضوابط اجتماعية. أولا لازم تدخل ديوان السياحة والتنمية بن يزجن باش يكون معك دليل سياحي، وكذلك من القوانين اللي يفرضها أي قصر اللباس المحتشم، وكذلك قانون منع التدخين. احنا في دول كثيرة كانوا منعوا التدخين في أماكن عامة، ولكن غردايا وقصر بن يزجن وكل القصور كانت عندهم هذا القانون منذ الأزل. يلا راح نخليكم تزوروا معايا قصر بن يزجن، وراح نروحوا إلى ديوان السياحة باش يكون معنا الدليل السياحي. حاج ابراهيم صباح الخير حاج، واش راك لاباس؟ الحمد لله شكرا. نبداو بالمحوس بالقصر، نبداو بالمتحف، يلا ندخل. يعني من الأشياء اللي نشوفوها في القصر نشوفوا دائما هنا كبير وقدامه نخلة. في القصر وخاصة نلاحظوا من ناحية الاستعمال المواد المحلية، الحفرة تاع النخلة، استعملوا الحجرة، الرملة. هذا هو أقدم مسجد هنا في قصر؟ أقدم مسجد في قبل ما تأسست مدينة بن يزجن. دائما مع الشيخ إبراهيم، ورانا جبنا لكم سوق للا عشو هكذا شيخنا. نعم للا عشو، للا عشو اللي يتميز بالمزاد العنلي اللي هاد اللي بقى هاد النشاط الفريد من نوعه هنايا في الجزائر. إيه. حكينا شويه عليها شيخنا. اولا هنا راكم في بن يزجن، وفي بن يزجن فيه حوايج قدم وخاصه من ناحيه الاثارات والاسوار الابراج وايضا الاسواق. هي في الحق هذا السوق الاخير، هي عندما تبنى المدينه السور جي السوق، كاين السور كاين السوق، دونك شاك فوا تتوسع البلاد يحولوا السوق لبرا، يسوقوا السوق لبرا. دونك السوق الاول اللي كان اميدول، بعد السوق بدا المسجد، بعد السوق صلاح علي، وهذا سوق للا عشو. هذا سوق للا عشو، هذا السوق هذا. نشوفوا المشاهد، نخلوا المشاهد فقط يستمتع بلحظات ال اهلين مساء الخير. شحال راك طالب فيه؟ بالك نديه؟ راهو 12300، 1,230,000. 1,230,000، أي أنا جدي شحال نقول؟ 1,300,000، أنا قلت 1,300,000. هو يزيد. أي خلاص هكا نقولوا فيه وثنيه، قول 1,300,000. 13,000 عمي الحاج. هاي. 13,000. أيوا. 13,000 دينار. وين تطشل فم يا دنا وحدة بركة عمي، أنا يزعكم بسرعة. تطشل فم يا زوج أنت بركة حرج غادي ربه. تطشل فم يا وحدة زوج
ضد الناس لا ترى يربح لا يربح الله يربح. عجبتني. مدام المشاهد رانا في السوق حابين نكتشفوا التاريخ تاعو تاع السوق لالعشو. هذا سوق لالعشو وين كانت بكري ارض وذا كانت مبير المراه وهاد المراه هذه وفرت هاد الارض هذه لذلك وقف حبوس ما يتباع ما يتشارى ما يتورط لذلك مجلس عزبه هو اللي تحكم السوق هو اللي ما كان يجمع لان طاح حول الساحه كلها كاين هاد المحلات ماشي محلات تجاريه نقولوا الحجره كل اسم عائله عندها ذاك المحل دكانه وين يجوا العشيه دائما العشيه بين صلاه العصر والمغرب يريحوا ويتلاقاو في نفس الوقت كاين فونتون سونشال والدلال هو يقوم بالعمل هذا يدور بالشي على باب الله هي مزايد لولي اكتيفيتي السوما كيما مزايد الاخر كما شفتي بدا 20 دينار 30 دينار 40 دينار واحد منهم يحب يتوقف بيدو هذا يعوضوا واحد اخر مي كي يكون قريب السوما تاعي يقول حرج كما قال قبيله كي حرج راه قريب يربح اذا ما كانش يزيد في هذيك السوما هذيك يبيعها ما الفائده اللي يديها الدلال محدد من طرف من مجلس المسجد يعني مجلس عزابه ما ديباسيش دي بوش مشاهدينا متواصلين معكم دائما مع الشيخ ابراهيم وفي قصر بني يزقن وين رانا متواجدين معكم في اخر صور لقصر بني يزقن اللي يعود الى القرن التاسع عشر بالاضافه الى برج بو ليلى اللي يعود عنده اربعه قرون وبالاضافه كذلك عنده نظره رائعه جميله الغردايه من الافق راح تستمتعوا بها معنا يلا عندنا بنورة فوالا بنورة وهنا بنيزكن هذيك السمعة تاع المسجد ها هو المسجد السمعة وتلاحظوا هنا قاع الديار عند هذا السيستم دو تيغاس ودي سيستم دو باسيو كي منبت عزي ومسقط رأسي وإلهام حسي وربض أبي ومرابع أمي ومغنى سبايا وأحلام عرسي وفخر الجزائر فيك تناهت مكارم عرب وأمجاد فرسي وأكيد مشاهدينا ما نقدروش نتحدثوا عن غردايا وما نتحدثوش عن شاعر الثورة مفدي زكريا واحد من أبطال الثورة وواحد من عمالقة الأدب الجزائري والعربي عامة إذا لم متواجدين أمام المنزل العائلي اللي تحول إلى مكتبة مفدي مكتبة مفدي زكريا اللي ولات قبلة لكل سائح يزور غردايا مكتبة زكري بن سليمان الشيخ مفدي زكريا اكتشفوها مع بعض We'll be right back.
مكتبة مفدي زكريا كما سبق أني قلت لكم مع صاحب المكتبة، هو من عائلة شاعرنا الراحل مفدي زكريا. نعم. هيك فجتكم فكرة تأسيس هكذا مكتبة؟ هي يعني في الحقيقة كانت في وصية المرحوم مفدي زكريا، بما أنه كان شاعر وعالم وكاتب وصحفي، فهيك يعني رجل علم، وأوصى في حياته وأوصى بعد وفاته أن إحدى من دياره تحول إلى مكتبة تفيد الجميع، تفيد العلماء، تفيد الأساتذة. إذا طبقتوا يعني الوصية، يعني الوصية نتاعه الله يرحمه. والمكتبة راني نشوف أنها تحتوي على بعض الصور كما راكم تشوفوا مشاهدينا، اللي تحكي ربما بعض مراحل من حياة الشاعر تاعنا. تقريب كل المراحل تاع حياته موجودة هنا، في يوم مثلا طالب في تونس مثلا. نعم. من في الخلدونية، وهذه صورة نتاع لإلقاء القبض عليه في سنة 37 أظن، مع إبراهيم غرافة من طرف القوات الاستعمارية، تعرفين اللي مفدي دخل السجون، دخل السجن عدة مرات. نعم. وكان نتيجة لنضاله الثوري، وكان من الأوائل الذين نادوا باستقلال جزائر يا مطلع العزاز، ويا حجة الله في الكائنات، ويا بسمة الرب في أرضه، ويا وجهه ضاحك القسمات، ويا لوحة في سجن الجنون تموج بها الصور حالنا. شكرا جزيلا الأستاذ، وقولوا فقط المشاهدين نتوعنا وكل واحد زائر إلى غردية ما ينساش يزور مكتبة مفدي زكريا، لأنها ليست عبارة فقط عن مكتبة وكتب فقط، بل هي روح لبطل من أبطال الجزائر، بما أنه البيت من مسقط رأسه، فبذلك ما تفوتوش عليكم فرصة زيارة هذه المكتبة، تستمتعوا بكل الكتب وبكل حكاية وخبايا بطل مفتي زكريا. شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم. يعطيك الصحة. موفقين إن شاء الله. بارك الله فيك. من هذه النقطة التاريخية المهمة هنا في غردايا إلى نقطة واحدة أخرى. متواصلة، والآن جبناكم إلى قصر تافيلات، هذا الحي الجديد الذي تم إنشاؤه سنة 1997، وهو أول حي هنا في الجزائر ما يسمى بالحي البيئي، ويتميز بالطابع العمراني بتاعه اللي مازالوا محافظ على الأصالة والمعاصرة، خليكم تكتشفوا فيها معنا ودايما مع الشيخ إبراهيم. هلا شيخ، واش رايك؟ لاباس؟ بعد ما بكم. كنا في قصر بنيز قلنا انا جاي نشوفوا قصر تافيلالت. مرحبا بكم، راكم هنا في تافيلالت، احد معنا تابع لقصر بنيز تافيلالت، وهو الحي الجديد، نسمي الحي الجديد تاع، نخليو المشاهدين يزوروه معنا. يلا يلا نروح. يلا يلا تفضل تفضل.
في شلالات نياغارا، مازلنا دائما في غردايا وبالضبط هنايا في العطف. كما راكم تشوفوا رانا في هذا الديكور الاخضر اللي صمم خصيصا لتربيه الطيور باش ما تحش نفسها مسجونه. حديقه الزواحف اللي متواجده هنايا في العطف اللي كانت من مجهودات الشاب عزيز اللي راح تكتشفوه معايا، وراح تكتشفوا معايا حديقه الزواحف والحيوانات اللي متواجده فيها. المغامر واش رايك؟ لاباس؟ الحمد لله. هو عزيز اللي كنا حكينا لكم عليه، صاحب هذه الحديقة اللي ألف تحية ليه لأنه قام بمجهودات جبارة، هو مختص في تربية الأفاعي. الأفاعي سي لا سبيسياليتي نتاعي. إن شاء الله هذا هو الهدف نتاعي اللي كنت منه من الصغر. الحق لي الحمد لله درت الاختصاص في الزواحف. درك اكتيالمون اسما راني ندرب بحث عليهم على المستوى الوطني كاع في لاناتير ديريك. ان شاء الله وصلت بورسونتاج كبير تاع الزواحف اللي كبرتهم وجبتهم لهنا. درك الحديقه نتاعي سميتها حديقه الزواحف، وسميتها سيتاني كول للناس باش يجيو يديكوفريو يشوفوا واش عندهم في لاناتير، يعرفوا شنو الحاجه اللي سما والحاجه ما اللي سما شي اللي سما. هناك مشاريع في المستقبل ان شاء الله باش تكبر هذه الحديقه. ان شاء الله بربي ان شاء الله كاين مشاريع كبار، وراي درتها شغل محميه ان شاء الله. عندي بزاف كيما المسبوعة لي تيكر هادو، عندي محمية تاع الروي فيها زوج قطارات ونخدمها، وكاين شلالات كبار ثاني حتى 150 متر انا نخدمهم هنا في وسط الحديقة. ان شاء الله في المستقبل طلبنا ربي نلحقوا للهدف نتاعنا. راهي بور تو الموند، الناس كامل تسال فيها. كاش اللي ما يجيش غردا يوم ما يجيش للعطف ويزور حديقة الزواحف. مرحبا بكم اللي يجي لهنا، مرحبا به. شكرا، يعطيك الصحة.